السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء في درس جديد حول برنامج الهندسة الصوتية الرائع استوديو أون 5. شرحنا في الدرس الأول كيفية ضبط المايك وكيفية ضبط إخراج الصوت وكيفية إضافة الفلاتر وكيفية التحرير للمقطع الصوتي. الآن سنشرح بعض الخصائص للفلاتر الأساسية الموجودة في هذا البرنامج الجميل. الآن سنقوم بإضافة مقطع صوتي غير مهندس بشكل جيد. مسجل هذا المقطع الصوتي، لكن للآن لم نعمل عليه أي هندسة صوتية. سنقوم بإزالة الشوائب والترددات المزعجة والأصوات الغير مرغوب فيها من هذا المقطع، ونشرح بعض خصائص الفلاتر الأساسية الموجودة على هذا البرنامج. كما قلنا بداية، كيفية إضافة ترك من هذه الخانة، ثم نضغط OK. لكن الترك الذي سنضيفه سنضيفه ستيريو ليس مونو، لأن إذا أردنا أن نسجل مونو، أما أردنا أن نعمل هندسة صوتية على مقطع صوتي من خارج اللابتوب، من خارج البرنامج عفوا، سنقوم بإضافته بشكل ستيريو، أي يمين ويسار نسمع الصوت. نقوم بإضافة المقطع الصوتي، فأيضا لدي هذا المقطع، أنا سأضيفه. هذا المقطع الصوتي، عندما تجعله ستيريو سيظهر لك مقطعان بشكل بهذا الشكل، يعني تستطيع أن تتحكم باللفت والرايت، هذا من اللفت والرايت، تستطيع أن تتحكم بمستوى اللفت ومستوى الرايت. لدي هذه الأنشودة غير مهندسة، يعني غير مفلترة بشكل جيد، لم نعمل لها مكسينج إلى الآن. سنقوم الآن بإضافة الفلاتر ونرى كيفية عمل هذه الفلاتر على هذا الصوت. سنسمع الصوت الآن بحالته الحالية. نبدأ نضع الفلاتر ونشغل. أخي أنت في القلب مستوطنا، يفوح شذا حبك، هيا نمضي. هذا الأنشودة الآن بعد أن أضفنا المقطع الصوتي، سنقوم بتشغيل المقطع الصوتي ونرى الفرق، ونرى كيف نعمل على هذا الصوت ونلغي الأصوات الغير مرغوب فيها، الأصوات المزعجة والنويز، ونزيل النويز من هذا المقطع الصوتي، ونعمل عملية دفء للصوت وعملية ماكسينج رائعة بحيث نزيل كل نويز أو نشاز موجود في المقطع الصوتي. سنشغل المقطع الصوتي قبل أن نعمل عليه أي شيء ونسمع. أخي أنت في القلب مستوطنا، يفوح شذا حبك في المدى. هذا الصوت نلاحظ أن فيه نشاز وفيه أصوات تؤثر على الأحرف، مسموعة وواضحة لدي. الآن سنذهب إلى الميكسينج، أي عملية إضافة الفلاتر وإضافة والعمل على الصوت وتصفية الصوت. طبعا كما عودناكم وشرحنا في الدرس السابق أن هنا تتم عملية إضافة الفلاتر في الماكسينج، تمام. سنغير لون هذا الترك ونضعه في اللون الأحمر. الآن أول خطوة نقوم بها، طبعا نضع كومبروسر في إعطاء لضغط الصوت، أي لضغط الموجات العالية ولرفع الموجات المنخفضة، بحيث يجعل الصوت في مستوى واحد، في ليفل واحد، لا يشعر المستمع أن الصوت فيه انخفاض وفيه علو. إلى قناة الفلاتر تستطيع أن تضيف فلاتر من هذه الخانة، أو بإمكانك تذهب إلى إفكت تختار أي فلتر تريد إضافته إلى هذا المقطع الصوتي. من البحث تختار مثلا كومبروسر. إفكت كومبروسر، تضيف كومبروسر. الكومبروسر هذا هو بشكله، هذا الكومبروسر خاص بالبرنامج نفسه. عندك هنا في الكومبروسر عدة خانات، عندك التريشول هي مستوى دخول الصوت إلى
الكمبروسر، يعني كم تريد كمية الصوت اللي تخرج، كم دي بي تريد أن ترفع هذا الصوت عن الصوت الأساسي. مثلا أريد أن أدخل الصوت إلى 17 دي بي، تمام؟ هذه تجعل لك الصوت يدخل بقوة إذا كان لديك انخفاض في الصوت threshold، تمام؟ نحن نضعها بشكل بسيط يعني. الآن سنبدأ بالعمل ونرى كيفية العمل على الكمبروسر. الحياة عدتي أخي، هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب. الصوت لدي مستواه جيد وممتاز، لا أحتاج إلى رفع مستوى الصوت، لكن أحتاج إلى ضغط الصوت قليلا، يعني 14 إلى 13 دي بي بهذه الطريقة. هموم الحزن نداوي جيران، هذه أجعل كي أجعل الصوت يعني أجهل أجعل القطع حاد أم ناعم بحيث لا يمكن أن يلاحظ في الماء في السمع، أجعله بشكل يعني منحني قليلا. طبعا هذه لا تفيد بشيء. عندنا الأتاك والريلاس، هذه مستوى قطع الصوت بالثانية، متى تريد أن يدخل هذا التعديل إلى الصوت بالثانية، يعني كم ثانية بالثانية يدخل، كم جزء من الثانية. أنا سأتركه على 4.15 بالثانية، وريلاس هذا انتهاء هذا القطع، متى تريد أن ينقطع بالثانية، سأتركه هكذا، تمام. ميكس هنا تريد أن يكون هذا البروسر 100% يشتغل على جميع الصوت، نعم 100% على الصوت. يعني طبعا لديك هنا عدة وزنيات مثلا خاصة بالفوكال، يعني إذا كنت لا تعرف طريقة عمل الكمبروسر، لديك عدة وزنيات خاصة في هذا البرنامج الجميل، يعني برنامج صراحة رائع وبسيط ولذيذ في نفس الوقت. يعني عندك الآن عدة وزنيات تستطيع أن تعمل عليها بغنى، إذا كنت يعني مبتدئ بغنى عن أن بغنى يعني لا تفهم الثريشولد ولا تفهم الأتاك ولا تفهم الريلاس، تستطيع أن تعمل أو تضيف هذه الوزنيات الخاصة بالبرنامج. الآن سأضيف وزنيات وسأشغل المقطع الصوتي، مثلا هنا دي السر، دي السر هذه تخفض لك حدة السين، سنشغلها ونرى. راحا كوت قلبنا وناجل عن النفس ذاك الوهن، فهيا وخيا لنمضي سويا. نلاحظ الفرق يعني قبل وبعد، سأشغل سأشغل الكمبروسر ثم أغلق، ثم يعني أغلق الكمبروسر وأرجع الصوت إلى الصوت الأصلي. لنرنو لمقعد صدق عليا، يباهي بنا الله أهل السماء ويغبطنا الشهداء والنبي. أخي أنت في القلب مستوطنا، يفوح شذا حبك في المدى، أحبك لله هاك فؤادي. ولا أضع ديفولت ثم أرجع للعدادات التي عملتها قبل قليل، هذه التي عملتها قبل قليل إلى 4.12 تقريبا، ثم أغلق كومبروسر وأذهب إلى الخطوة الثانية الرئيسية، هي إضافة الإيكولايزر، إزالة هذه الترددات المزعجة من هذا الصوت. هناك ترددات مزعجة في هذا الصوت مثل شوائب ونشازات تؤثر على الحروف وتؤثر على الصوت وتؤثر على دفء الصوت. نضيف الإيكولايزر، ممكن نضيف أكثر من إيكولايزر لكي نحصل على نتيجة جميلة ومرضية في الصوت بشكل ابتدائي، يعني بشكل مبدئي وبشكل مقبول.
كما قلنا نضيف الفلاتر من هنا، نكتب اسم الإيكو إيكولايزر. نضيف الفلتر الخاص بهذا البرنامج، هو لا تحتاج لأي فلاتر ولا تحتاج لأي شركة، فهذا الفلتر الخاص بالبرنامج جميل جدا و يعني رائع لإزالة الشوائب، وبنفس الوقت يعني سهل الاستخدام. هذا الفلتر يزيل لك الشوائب والترددات المزعجة مثلا من 60 إلى 10 كيلو هرتز، يعني من 50 إلى 50 هرتز إلى 100 هرتز، هذه يعني أصوات غير مرغوب فيها. مثلا الآن سأقوم بتشغيل الصوت وأرى كيف يعمل هذا الفلتر وكيف نزيل هذه الأصوات المزعجة. أول خطوة نقوم بها، طبعا لديك هذا الإيكو، طبعا كمان يوجد فيه عدة وزنيات خاصة بهذا الإيكو إذا كنت لا تستطيع أن تعمل، لكن نحن سنعمل بشكل هندسي كما يعمل المهندسون الصوت يعني بشكل ابتدائي. يعني الآن لديك هذه واجهة الإيكولايزر، كيف نبدأ ومن أين نبدأ؟ طبعا سنبدأ من اليسار إلى اليمين. طبعا أولا نزيل الشوائب والأصوات الغير مرغوب فيها في هذا الصوت، في هذا المقطع الصوتي، نضغط على هذه ثم إلى أي حد تريد أن تحذف هذه الموجات الصوتية. مثلا تضع 80 هرتز إلى 80 هرتز، احذفها إلى 100، نحن نريد أن نحذفها إلى 100 هرتز تقريبا، وهنا بعدها يأتي الصوت البشري، وهنا الأصوات الغير بشرية مزعجة. نضغط على الأسفل هذه، نفعلها كمان ثم نغلق هذه، نضغط على أربعة وعشرين دي بي ثم تمام، يعني انحناء الصوت. ثم نضغط إلى السهم الأحمر، هذه النقطة الحمراء، ونبدأ نزيل إلى الحد المطلوب المرغوب فيه. أنا سأزيل إلى هذه المنطقة، ثم بعد أن أزلنا الشوائب سنشغل الصوت ونرى. نلاحظ أن الموجات الصوتية كلها من 100 هرتز إلى 10 كيلو هرتز في الثانية. كيف أقترب وأدنو من صحبتي وأقبل كيف نصفي الصوت؟ كيف نزيل النويز والنشاز الموجود في الصوت والأصوات الغير مرغوب فيها؟ طبعا من هنا هذه الخانات الموجودة، هذه يعني هنا انحصر الصوت الخاص بالصوت البشري، هنا نستطيع أن نعدل على نزيل الترددات الغير مرغوب فيها. هنا لديك ترددات الصوت، نلاحظ صدق حوى غربتي ولا تفجع عني بهاجر الوداد، فأنت أنيس الحياة عودتي. يعني هيا نمضي نشق معا تضارب في الترددات دروب الصعاب يوم الحزن، نداوي جراحا كوت قلبنا ونجلو عن النفس ذاك الوان، فهيا وخيا لنمضي سويا لنرنو لما صدق عليا يباهي من الله أهل السماء ويغبط الشهداء والنبي. هذا صوتي بارز والصوت في الأنشودة ما شاء الله جميل جدا. ثم نذهب إلى هذه الخانة للنقطة الثانية، نرفعها من هذه الطريقة يفوح شدا حبك في المدى أحبك لله هكذا وردي، ولا تنسى عهد الإخاء بيننا وأقبل بصدق حوى غربتي، ولا تفجع عني بها النقطة إلى فأنت سيرجع الصوت إلى نعومته الحياة.
أنني بإمكاني التحكم بهذه الترددات، يعني أستطيع أن أرفع من مستواها وأستطيع أن أخفض من مستواها. جيد، جميل جدا. هذه المعلومة الجديدة عليكم ستفيدكم كثيرا في مرحلة الماكسيموم الصوت، مرحلة الهندسة الصوتية. إذا نفهم أنه إذا رفعنا بهذه الطريقة سترتفع هذه الترددات ويصبح الصوت بروز أكثر ووضوح أكثر، أو هناك في تضارب تتبع بين رفعها بشكل غير طبيعي، يعني رفعت رفعت إلى 21 dB، وهذه مستوى عالية جدا. هذا خطأ من الصوت، تخفض معها تنخفض هذه الترددات. لاحظ أنني هناك تدك سالب، ستدي من الأسفل 6 dB، نزلته إلى تحت 12 dB، وهذه كلها حسب أنت وحسب سماعك تستعملها، حسب سماعك للمقطع الصوتي، لأن الهندسة الصوتية يعني تعتمد بشكل كبير أغلب شيء على السماع والعلم الموجود لديك وكيفية استخدام هذه الفلاتر وكيفية إضافتها. الآن سأقوم بإزالة الترددات التي لا أرغب فيها ونرى النتائج. الآن سأقوم برفع هذا طبعا لأرى هل يوجد هنا تردد. طبعا سأعمل هذا بهذه الطريقة، أضيق الموجة، يعني أجعل التحديد فقط على موجة واحدة وليس على كمية كبيرة من الموجات لكي أركز في هذه الموجة. أرى أين هذه الموجة المزعجة وأرفعها قليلا تساوي إلى مرحلة الصفر تقريبا، إلى هذه الخانة لكي يظهر معي التردد. سيظهر معك التردد المزعج طبعا، تبدأ تحرك يمنة ويسرى ويظهر معك التردد. ولا تفجعني بهاجر الوداد، فأنت أنيس الحياة عدتي. أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن، نداوي جراحك قلبنا. نلاحظ أصدقاء الأعزاء هنا منطقة يوجد فيها صفير، المنطقة هذه يوجد فيها صفير وصوت غير مرغوب فيه. سنشغل الصوت ونرفع مستوى الصوت قليلا ونلاحظ هذه الترددات المزعجة. حوى غربتي ولا تفجعني بهاجر الوداد، فأنت أنيس الحياة عدتي. أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن، نداوي جراحك وقلبنا ونجلو عن النفس ذاك الوهن. فهيا وخيا لنمضي سويا لنرنو لمقعد صدق عليا، يماهي بنا الله السماء الشهداء والنبي. خانة الرفع ستظهر لك مستوى الرفع هنا ومستوى هنا والتحكم به هنا. نقوم بتطبيق الموجة على سجل معين. قلبي مستوطنا نبدأ من آخر خانة، من آخر مكان ذهب إليه، يعني آخر نقطة بدأنا من هذا. أحبك لله وعندها سنة راغب أو سنة مدقق الصوت أين هذه الموجة المزعجة وأين مكانها. أخي فاقترب نرفع
صوتي تصفيني اللحظة وأقبل بصدق حوى غربتي ولا تفجع عني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن نداوي جراحا كوت قلبنا ونجلو عن النفس ذاك الوهن فهيا أخيا لنمضي سويا لنرنو لمقعد صدق عليا يباهي بنا الله أهل السماء ويغبطنا الشهداء والنبي. ممكن أنتم تلاحظونها لكن أنا ألاحظها بشكل واضح لدي. سأقول أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شدى حبك للمدى أحيرك لله هاك فؤادي ولا تنسى عهد الإخاء بيننا أخي فاقترب وادن من صحبتي وأقبل بصدق حوى غربتي ولا تفجع عني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن نداوي جراحا كوت قلبنا ونجلو عن النفس ذاك الوهن خاصة عندما يضع المستمع لنمضي سويا لنرجو لمقعد صدق عليا يباهي بنا الله أهل السماء ويغبطنا الشهداء والنبي. لنقوم كذلك البحث عن الترددات المزعجة. أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شدى حبك في المدى أحبك لله هاك فؤادي ولا تنسى عهد الإخاء بيننا أخي فاقترب وادن من صحبتي وأقبل من صدق حوى غربتي ولا تفجع عني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن نداوي جراحا كوت قلبنا ونجلو عن النفس ذاك الوهن فهيا أخيا لنمضي سويا لنرنو لمقعد صدق عليا يباهي بنا الله أهل السماء ويغبطنا الشهداء والنبي رغبتك يعني لكن الإكثار من الفلاتر للصوت هذا
يعدم الصوت و أنت في عشان نترك هذا الأخوة يزال مثل ما كان، أزلنا نحن هذه المنطقة من بعض لا يوجد هذا تحت يعني بشكل سابق. لديك هنا كذلك يعني وزنيات خاصة في الفوكل وخاصة في الصوت تستطيع أن تعمل عليها تضيف أن تعطيك يعني شيء مقبول وشيء رائع يعني. سنقوم بوضع هذا الوزنية خاصة البرنامج من صحبتي وأقبل بصدق حوى غربتي ولا تفجع عني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي أمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن نداوي جراحا كوت قلبنا ونجل عن النفس ذاك الوهن فهيا وخيا لنمضي سويا لنرنو لمقعد صدق عليا إذا وجدت شيء ينطبق ووجدت في سماعك شيء لا يعجبك الله أهل السماء ويغبطون الشهداء والنبي لاحظ أن هذا أخي أنت في قلبي مستوطنا منطقة الحرائق شذا حبك في البلاد أحبك لله هاك فؤادي ولا تنسى عهد الإخاء بيننا أخي فاقترب ومن صحبتي وأقبل بصدق حوى ولا تجعل الذي يعمل جميع المهندسين سأقوم هذا المستوى قليلا أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن نداوي جراحا كوت قلبنا ونجل عن النفس ذاك الوهن فهيا وخيا لنمضي سويا لنرنو لمقعد صدق عليا يباهي بنا الله أهل السماء ويغبطون الشهداء والنبي أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شذا حبك في المدى أحبك لله هاك فؤادي ولا تنسى عهد الإخاء بيننا أخي فاقترب وادن من صحبتي وأقبل بصدق حوى غربتي ولا تفجع عني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي أخي هيا نمضي نشق معا سأقوم بتشغيل دروب الصعاب هموم الحزن نداوي جراحا كوت قلبنا ونجل عن هذه المنطقة يوجد فيها تردد
زي صوت الوهن. هذه منطقة خاصة بهذا الصوت، دائما تجدها في صوتك في منطقة 150 سوية، تجد هذا الصوت إلى 500 كيلو إلى 500، تجد هذه ترددات منهجة متناسقة. تجد الصوت هناك نلاحظ أن كل ما اقترب إلى 500 يزداد هذا الصوت. ويغبطون الشهداء والنبيين. سأقوم بتخفيضه كذلك بهذه الطريقة. أخي أنت في القلب مستيقنا يفوح شدا حبنا. لاحظ الضجيج الموجود في هذا التردد كذلك هنا. أحبك لله. لاحظوا هذا الصوت المزعج، كأن السماعة تضرب ببعضها ورجف الصوت. سأقوم بتخفيض هذا التردد صحبتي وأقبل بصدق حوى غربتي ولا تفجعني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي. أخي هيا نشق من دروب الصعاب يوم الحزن نداوي جراحا كوسط القلبنا ونجو عن النفس ذاك الوهن. فهيا وخيا لنمضي سويا لنرنو لمقعد صدق عليا يباهي بنا الله أهل السماء ويغبطنا الشهداء والنبي. أخي أنت في القلب مستوطنا. الآن سأضع فلتر خاص بإزالة النويز أو إزالة حدة حرف السين وحرف الصفير ديسير معروف دي إيسر هذا معروف دي إيسر مون عفوا ستريو اخترنا مون. هذا خاص بشركة ويبس. هذا يزيل لك الترددات المزعجة وحرف السين، يزيل لك النفس إلى مستوى دخول هذا الصوت. طبعا معروف نترك كما هو، نشغل الصوت ونرى. أفوح شدا حبك في المدى أحبك لله هاك فؤادي ولا تنسى عهد الإخاب. الموجة تحت السالب دي بي، يعني تحت السالب دي بي، تحت 20 دي بي سيقوم بقطعها. يعني إذا كانت لديك موجات فوق ال 20 دي بي لن يقطعها، لكن إذا كانت تحت ال 20 دي بي سيقوم بقطعها. يعني كل موجة غير مسموع، يعني غير يعني واضحة في السماع لكن تؤثر على الصوت. سنسمع الآن ونرى كيف يعمل هذا الفلتر. بيننا أخي فاقترب وادن من صحبتي وأقبل بصدق. الآن أصدقاء الأعزاء، بعد أن قمنا بإضافة هذا الفلتر الجميل الذي يزيل لك الموجات الصوتية المنخفضة ويضع لك صفاء للصوت ونقاء ويزيل لك الترددات التي لم تستطع إزالتها، الموجات الصوتية التي لم تستطع إزالتها بالإيكولايزر. صدق حوى غربتي ولا تفجعني بهجر الوداد الحياة. الآن سأقوم بالشرح، يعني على موجة معينة. مثلا الآن أنت أخي أنت أنيس الحياة، أنيس الحياة في حرف سين. سأقوم باختيار هذا المقطع الصوتي ثم أشغله ونرى كيف يعمل هذا الفلتر.
الحياة عدتي، أنت أنيس 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 الحياة عدتي. الآن إخواني وأصدقائي الأعزاء، قمنا بإضافة هذا الفلتر. أنت أنيس الحياة عدتي، أنت أنيس الحياة عدتي، أخي هيا نمضي نشوف المدى، أحبك لله هاك فؤادي، ولا تنس عهد الإخاء بيننا. أخي فاقترب واكمل من صحبتي، وأقبل بصدق حوى غربتي، ولا تفجعني بهجر الوداد. فأنت أنيس الحياة عدتي، فلتر جميل لإزالة هذه الترددات كذلك غير مرغوب فيها، وهو فلتر من شركة إيزوتوب، سأقوم بإضافته. أو أقوم بإضافة من هنا، مش هذا هو إزالة النويز أو الأحرف الموجودة في الصوت، مثل هذا هو. هذا يزيل لك الطقطقات في الفم أثناء الصوت أو أثناء ما تسجل في المايكات المرتفعة الجودة، ستظهر لك أصوات الفم أو أصوات تحرك اللسان أو أصوات تحرك اللعب أثناء التسجيل، وتريد أن تزيلها، وسنرى تأثير هذا الفلتر. هيا نمضي نشق معا، نسمع الآن الأصوات. سأقوم برفع مستوى الصوت، نلاحظ هذه الأصوات أو الفرقعات الموجودة في الصوت. تلاحظون أو تسمعون هذه الفرقعات الموجودة؟ تلاحظونها أو تسمعونها في الصوت؟ هذا الفلتر لوحده قام بإزالة هذه الأشياء. فأنت لا، الهندسة الصوتية تستطيع أن تتحكم بكل شيء. عندما تسجل تستطيع أن تعمل أي شيء وتزيل أي شيء لا ترغب فيه. تسمعون هذه الفرقعات؟ أشغل الصوت الآن. أقبل بصدق حوى غربتي. إذا وضعنا هذا الفلتر الجميل لإزالة هذه الشواذ. الآن سأقوم بتشغيل الصوت قبل وبعد أن وضعنا جميع الفلاتر. نشق معا دروب الصعاب هموم الحزن. أقوم بحركة بسيطة هنا، إضافة إيكولايزر ثالث. في هذه المنطقة أقوم بتخفيض أعطاء دفء للصوت أكثر هنا. هذا الإيكولايزر في هذه المنطقة، سأقوم بتخفيض أغلب الموجات بشكل بسيط، يعني بشكل منحن. نداوي جراحا كوتق قلبنا، ونجلو عن النفس ذاك الوهن، فهيا وخيا لنمضي سويا، لنرنو لمقعد صدق عليا، يباهي بنا الله
السماء ويغبطنا الشهداء والنبي. أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شذا حبك في المدى. أحبك لله هاك فؤادي، ولا تنسى عهد الإخاء بيننا. أخي فاقترب وادن من صحبتي، وأقبل بصدق حوى غربتي، ولا تفجع عني بهجر الوداد. فأنت أنيس الحياة عدتي. أخي هيا نمضي نشق معا دروب الصعاب هموم الحزان. يوجد فلتر من شركة ويبس، فلتر جميل جدا لإزالة النفس. طبعا هذا الفلتر يجب أن تستخدمه بحذر، لأنه كذلك يقضي على الصوت ويزيل بعض موجات مهمة من الصوت، وأنا لا أستخدمه إلا للضرورة في الصوت. هذا الفلتر يزيل لك الأح حرف السين، كذلك يزيل لك النفس، يزيل لك الموجات المنخفضة جدا. أين نضعه؟ آخر شيء يكون يزيل لك آخر، يعني نعمل الحركات النهائية في الصوت. سوف بالتشغيل الآن. نداوي جراحا كوت قلبنا، ونجلو عن النفس ذاك الوهن. فهيا أخيا لنمضي سويا، لنرنو لمقعد صدق عليا. موجة المزعجة ستكون من بين 20 إلى 30، يعني غالبا من 20 إلى 30 نفس، يكون من 20 إلى 30 تكون حدته هكذا، 28 أسفل، يعني إلى الموجات المنخفضة، ليست مرتفعة إنما منخفضة. أضع إلى 28 أو إلى 30 ونشغل. يباهي بنا الله أهل السماء سيكتب الصوت بشكل نهائي والنبي، يعني يزيل الصوت الأساسي 100%، يعني أما إذا خفضنا إلى 30. أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شذا حبك في المدى. بعد أن انتهينا من الآن نسمع الصوت قبل وبعد الفلاتر، نلاحظ الفروقات. سأقوم بتشغيل جميع الفلاتر على هذا الصوت، وأقوم بإغلاق جميع هذه الفلاتر ونرى الفرق على هذا الصوت، وأقوم برفع مستوى الصوت. الصوت مرتفع بهذه الطريقة، نضع الليمتر. أحبك لله هاك فؤادي، ولا تنسى عهد الإخاء بيننا. أخي فاقترب وادن من صحبتي، وأقبل بصدق حوى غربتي، ولا تفجع عني بهجر الوداد. فأنت أنيس الحياة. هذا الآن الصوت الذي سمعناه قبل تأثير الفلاتر. نلاحظ أن الصوت حاد وفيه تضارب في الموجات وفيه أشياء غير مرغوب فيها وفيه إزعاج كبير. نشغله الآن على وضعه اللي قبل أن نعمل عليه الهندسة الصوتية. أخي هيا نمضي نشق معا. الآن سأقوم بتشغيل الفلاتر التي قمنا بوضعها بشكل يعني مبتدئ بشكل مختصر. سأقوم بتشغيل جميع الفلاتر التي أضفناها إلى الصوت، وأشغل الليمتر. دروب الصعاب هموم الحزن، نداوي جراحا كبيرا.
نلاحظ أن هناك فرق كبير بين الصوت الأول والثاني، أصبح الصوت أكثر قبولا وأكثر دفئا وأكثر وضوحا وأكثر صفاء. بعد أن تحفظ يجب أن تضع الليمتر إلى ال output إلى الـ out إلى الميكس، خلاص يعني عملية ميكس النهائية. هذا تضع يعني فلتر الليمتر ضروري جدا، هذا اللي يحفظ لك مستوى الصوت ولا يخرج الصوت بشكل غير دقيق، بل يخرج الصوت يوافق جميع الأجهزة ويوافق جميع المواقع. تمام. أجلو عن النفس ذاك الوهن، فهيا وخيا لنمضي سويا، لنرنو لمقعد صدق عليا، يباهي بنا الله أهل السماء، أصدقائي الأعزاء. نرجو أن تكونوا قد استفدتم هذا الدرس المختصر، شرح فيه بعض الأمور البسيطة، لم نتعمق في الفلاتر، لكن بعض الأمور التي تخص أي مبتدئ في مجال التسجيل، وأي مبتدئ في مجال كيفية عمل أو كيفية ضبط هذه الفلاتر بشكل بدائي. أرجو أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله في حلقات قادمة إن شاء الله. طبعا لا ننسى كيف نخرج الصوت كما قلنا لكم من سونج، خرج الصوت بعد أن عملنا عليه الهندسة الصوتية وضبطناه، أو تريد أن تحفظه كملف يعني، وتريد أن ترجع إلى هذا الملف وتعدل عليه وتضيف بعض الفلاتر، تضع سيف آز تحفظه بطريقة بصيغة البرنامج استوديو ان، بصيغة استوديو ان تستطيع ان ترجع عليها متى ما شئت، ومن هنا تستطيع ان تحفظ هذا الصوت بعد ان تقوم بتحديده بهذه الطريقة. كما قلنا بعد ان عملت عملية الماكسينج للصوت، ويعني خلاص إن تريد ان تخرج الصوت وتسمعه خارج البرنامج من اكسبورت ميكس داون بهذه الطريقة، تظهر لك خانة الحفظ كما شرحناها في الدرس الأول، وتختار المجلد الذي ترغب في حفظ الصوت عليه، وتختار الصيغة، وتختار الإعدادات كما هي، وتختار اسم المقطع من هنا تغير. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.